لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد قدمنا في الدرس السابق كيف نربط قاعدة البيانات مع الدلفي وكيفية تصميم الطباعة على ريبورت. عندما نضغط على ريبورت لقد استعملنا هذا المثال سابقا، لقد قمنا بعملية المثال هذا سابقا. عند المعاينة هكذا يخرج لنا جميع الأشخاص الموجودة في قاعدة البيانات. في هذه الحالة لم نستعمل سابقا، سوف نقوم بعملية عندما نقوم بوضع البيانات ووضع كل شيء يجب دائما الحفظ، نقوم بعملية الحفظ. لقد قمت بعملية حفظ Save Report وحفظ التطبيق أو البرنامج الذي أقوم به. سوف أغلق هنا الطباعة وأعطيه، هنا سوف أختار زر ليقوم بعملية الطباعة، يعني عندما عملية التنفيذ أنا أقوم بعملية التنفيذ هنا لا يوجد زر للطباعة، سوف أضع زر وأعطيه الأمر للطباعة. أختار مثلا هنا بوتون، سوف أضع بوتون وأسميه وأعطيه طباعة هكذا، وأضغط عليه مرتين وأعطيه الأمر للطباعة. FRXR ريبورت يعني هكذا، أعطيه شو ريبورت، نضغط عليه مرتين وأعطيه شو ريبورت، هذا هو الأمر فقط. FRX ريبورت شو ريبورت، هذا الأمر ليقوم بعملية طباعة. وهنا في هذه عملية طباعة سوف يظهر لنا الصفحة ويقوم بعملية طباعة. أما الأمر الآخر FRX Report Print سوف يقوم بعملية الطباعة مباشرة، يقوم بعملية طباعة مباشرة أو Preview كذلك يقوم بعملية المعاينة. سوف أقوم بعملية التنفيذ هنا، أقوم وأقول له طباعة، ها هي لقد أتت عملية الطباعة، ولكن في هذه الحالة يأتي بجميع الأسماء للطباعة. فالسؤال المطروح دائما يطرح في المواقع، يعني يريد أن يتبع الشخص فقط. عندما أختار أنا شخص معين، أنا أريد مثلا أخترت هذا الشخص الأول، سوف أريده أن يتبع هذا الشخص فقط. عندما أقوم بعملية الطباعة يأتوا معه الأشخاص الآخرين. كيف نقوم بهذه الفكرة؟ سوف أقوم بعملية التصفية، يعني نلقي جميع التسجيلات الأخرى، تبقى التسجيلة التي أريدها للطباعة، أي تسجيلة يعني نقصد به التسجيلة التي تحتوي على المعلومات كل شخص، يعني كل الحقول لشخص واحد، يعني الحق الاسم واللقب لكل شخص واحد. في هذه الفكرة سوف نقوم بعملية التصفية مثل ما قمنا بها في برامجنا السابقة. لقد قمنا بعملية التصفية عن طريق البوتو أو راديو بوتو أو الإيديت. سوف نأخذ مثلا منها، وتعرفون كيف نقصد، أن سوف أختار إيديت، أقوم بعملية التصفية هنا وأضيف كذلك زر معين لكي أقوم بعملية إلغاء التصفية فقط، هنا لإلغاء عملية التصفية. في إيديت الاختصار مباشرة نضغط عليها مرتين، سوف أعطيها تكست، أحذف التكست يعني تبقى فارغة. سوف أضغط عليها مرتين يعني أون شونج عند التغيير أو عند الكتابة. سوف أعطيها الكود للبحث، أضغط عليه مرتين وسوف أعطيها الكود. لقد هذا الكود استعملناه سابقا الفلتر، أنسخه وهو موجود في الفيديوهات السابقة لمن أراد أن يرجع إلى تلك المفهوم. هنا إذا كانت إيديت فارغة لا يشعل شيء، وإذا كانت غير فارغة يعني يبحث حسب، هنا سوف أعطيه حسب الرقم، هنا لدي نعم يعني حسب الرقم كما هي موجودة هنا، سوف يبحث لي حسب الرقم، سوف أعطيه الرقم مثلا رقم 6 أو رقم 9 أو 10 أو 11، يبحث حسب رقم الشخص. هذا هو الكود.
كما ترون هذا هو الكود ولقد استعملناه سابقا. سوف ننفذ البرنامج ونرى كيف يقوم بذلك. هنا عندما أقوم بعملية أعطيه مثلا رقم 6 لقد أعطاني خطأ، يوجد هنا خطأ، سوف أرى أين هو الخطأ. أنت نوع غير مطابق، يعني أنه موجود في خطأ النوع. سوف أضع merge skill، أرى أن قاعدة البيانات أبحث عن auto table name كما هو مكتوب هكذا، سوف أنفذ وأعطيه رقم 6. رقم آخر هنا لقد بحثت عن الخطأ، عندما وضعت الكود وجدت الخطأ أن هنا المفتاح يقوم بعملية يساوي، يعني تكون قيمة مساوية ولكن لا تقوم بعملية إضافة الحروف الأخرى. من هنا سوف أحذف هذه النجمة هنا في عملية مساواة لا نستعمل النجمة ونترك القوس الآخر هكذا. هنا في عملية مساواة نضع النجمة، إذا كانت لايك يعني مقربة، إذا كانت كلمة بحث عن كلمة بالحروف سوف نستعمل زائد تلك النجمة التي تبحث عن الحروف الباقية. هنا ننفذ البرنامج هو كما ترون هنا، سوف أضغط هنا، سوف أعطيه مثلا رقم 9، ها هو لقد أتى رقم 9. عندما أنزع رقم 9 لا ترجع عملية التصفية، هنا سوف أقوم بعملية إلغاء التصفية عن هذا البوت. نضغط عليه مرتين وأقول له هذا البوت Add Table، سوف أنسخ هذا الأمر أضعه هنا وأعطيه هنا False. سوف أقرب لكم فكرة، هنا سوف أكتب فالس، هنا يلغي عملية التصفية. سوف أجرب أمامكم هكذا، عندما أعطيه رقم مثلا 11 أو أعطاني الاسم هذا، سوف ألغي عملية التصفية. ها هي، أو بفكرة أخرى أفضل من تلك، سوف نضغط على بوتون، نحذف البوتون، نعطي هذا الأمر مباشرة من إيديت، هذا الأمر سوف أعطيه مباشرة من هنا، أعطيه ألس، سوف أعطيه من هنا أدو تيبل أ فلتر، سوف أعطيه بعد الإف نقول له إكس ألس، ونعطيه هذا الأمر وننزع هذا الأمر للبوتون، ننزعه وننزع كذلك البوتون مباشرة، نحذف البوتون من هنا، نحذف البوتون مباشرة لكي يقوم بعملية التصفية مباشرة عند إلغاء الكلمة، سوف يقوم بعملية التصفية. هنا عندما نعطيه مثلا رقم 6 هكذا، ها هو يعطي الشخص الذي أريده الذي يبحث عنه، عندما أحذف الرقم 6 ترجع التصفية مباشرة من هنا كما ترون، ترجع التصفية مباشرة دون استعمال البوتون، هنا دون استعمال البوتون. مثلا أعطيه رقم 9، ها هو أعطاني رقم 9، سوف أقوم بعملية الطباعة. هنا عندما أقول له عملية طباعة سوف يأتي لوحده هنا في صفحة واحدة لا توجد صفحات أخرى، عندما أضغط هنا لا توجد صفحات أخرى. سوف أجرب آخر مثلا، أمحي هذا وأطلب مثلا شخص ثاني، هنا أعطيه
مثلا رقم 11، يأتي رقم 11 من هنا، أقول له عملية الطباعة من هنا سوف يأتي رقم 11 للطباعة ولا يوجد شخص آخر، يعني يطبع شخص واحد الذي أبحث عنه، تأتي الصفحة الخاصة به. إن شاء الله أنها وصلت إليكم هذه الفكرة، وإن شاء الله أن تنال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.